أولاً: قائمة الدخل income statement بالنسبة لمفهوم قائمة الدخل، فهي قائمة تتضمن عناصر الإيرادات والمصروفات خلال فترة زمنية معينة، بحيث تساعد في تحديد صافي نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية، وهذه النتيجة قد تكون ربح أو خسارة، الربح في حالة إن الإيرادات تكون أكبر من المصروفات والعكس في حالة الخسارة بناء على ذلك فإن هذه القائمة تستخدم لتطبيق مبدأ في المحاسبة اسمه مبدأ المقابلة ماتشينج والذي يعني أنه يتم مقابلة إيرادات فترة معينة بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق تلك الإيرادات وتتم هذه المقابلة من خلال إعداد قائمة الدخل هذه المقابلة قد تتم من خلال إعداد قائمة تتضمن جانبين، جانب أحدهما للإيرادات والجانب الآخر للمصروفات، وقد يتم ذلك من خلال عرض الإيرادات أولاً ثم خصم المصروفات منها ثانيًا، وكلا الشكلين يمثلان الأشكال المتاحة لإعداد قائمة الدخل، فهي يمكن إعدادها طبقًا لشكلين، ولبيان ذلك نستخدم ميزان المراجعة المستخرج من منشأة العلي، وهي منشأة خدمية. وهذا الميزان مستخرج في تاريخ 1422 هجرية، ويظهر هذا الميزان على النحو التالي: لدينا أرصدة مدينة ودائنة، واسم الحساب، لدينا مجموعة من عناصر تمثل مصروفات، وهي الزيوت والمحروقات، والرواتب، ومصروف المواد والمهمات، والإيجار، والمصروفات العمومية والإدارية، لدينا بعد ذلك إيراد صيانة، وإيراد استثمار. نلاحظ أن المصروفات ذات أرصدة مدينة بينما أن الإيرادات ذات أرصدة دائنة. بعد ذلك لدينا مجموعة من عناصر الأصول مثل: النقدية والمدينون، والمواد والمهمات، والمصروفات المدفوعة مقدمًا، والأراضي، والمباني، والسيارات، والأثاث، وشهرة المحل، وكلها ذات أرصدة مدينة لأنها أصول. لدينا مجموعة من الخصوم دائنون، ومصروفات مستحقة، وإيرادات محصلة مقدمًا، وقرض طويل الأجل. ولدينا بعد ذلك رأس المال وطبعا الخصوم وحقوق الملكية ذات طبيعة دائنة. مجموع الجانبين مليون أربعة وستين ألف الجانبين متساويين. المجموعة الأولى من الحسابات تمثل حسابات المصروفات والمجموعة الثانية من الحسابات تمثل حسابات الإيرادات. لدينا بعد ذلك مجموعة حسابات الأصول ثم مجموعة حسابات الخصوم. ثم في النهاية رأس المال يمثل حقوق الملكية لإعداد قائمة الدخل فسوف يتم استخدام عناصر المصروفات والإيرادات وهناك شكلين لإعداد قائمة الدخل الشكل الأول هو شكل الحساب ذو الجانبين حيث يخصص الجانب المدين أو الأيمن منه للمصروفات expenses والجانب الدائن أو الأيسر منه للإيرادات revenues والفرق بينهما يمثل نتيجة العمليات سواء كانت ربح أو خسارة، يعني باختصار هذا هو شكل الحساب نكتب في وسط الصفحة قائمة الدخل، وفي الجانب الأيمن هو الجانب المدين، والذي نكتب عليه كلمة "منه" تظهر المصروفات، ثم في الجانب الأيسر وهو الجانب الدائن، والذي نكتب عليه كلمة "له" تظهر الإيرادات، وكلما كانت الإيرادات أكبر فان النتيجه تكون ربح ويظهر في جانب المصروفات ويعني ان الايرادات اكبر من المصروفات ويمكن ان يحدث العكس وان تكون ان تكون المصروفات اكبر من الايرادات وبالتالي سوف يكون هناك صافي خساره تظهر في جانب الايرادات بما يعني ان المصروفات كانت اكبر من الايرادات وبالاعتماد على البيانات الواردة في ميزان المراجعة لمنشآة العلي، نكتب أولاً اسم المنشآة وهو منشآة العلي، ثم اسم القائمة وهي قائمة الدخل، ولابد من كتابة أنها عن فترة معينة لأن القائمة تعد قائمة الدخل تعد عن فترة معينة عادة هذه الفترة تكون سنة ابتداء من يوم واحد واحد وانتهاء بآخر يوم في السنة وهو يوم ثلاثين اتناشر، لدينا في الجانب الأيمن أو الجانب المدين المصروفات، ولدينا في الجانب الدائن أو الجانب الأيسر الإيرادات، نقوم بتقسيم الصفحة إلى جانبين، هذا هو شكل حرف T، نعمل عمودين في كل جانب للأرقام، ثم نبدأ بكتابة الإيرادات والمصروفات، إذا بدأنا بالإيرادات هنجد إيراد صيانة وإصلاح مجموعه 440، وإيراد استثمار مجموعه 30، نجد في الجانب الآخر زيوت ومحروقات بخمسين، مصروف رواتب وأجور مية وتمانين، مصروف مواد ومهمات ستة وستين، مصروف إيجار اتنين وسبعين، مصروفات عمومية وإدارية ستة وخمسين. إذا قمنا بتجميع جانب الإيرادات سنجد أنها ربعمية وسبعين ألف، وإذا قمنا بتجميع جانب المصروفات سنجد أنها ربعمية أربعة وعشرين ألف. إذا الجانب الأكبر هو 470 نكتبه في الجانبين مثل الترصيد العادي الذي سبق إيضاحه في دفتر الأستاذ نكتب 470 في الجانبين فوق منها خط وتحت منها خطين ثم نطرح الرقم الأصغر من الرقم الأكبر هتكون النتيجة 46 ألف تعني زيادة في الإيرادات عن المصروفات وزيادة الإيرادات عن المصروفات تمثل الربح ونكتبه صافي الربح ومعناه أن الإيرادات كانت أكبر من المصروفات نزيد إيضاحا ونقول أنه قد يحدث العكس وأن تكون المصروفات أكبر من الإيرادات وفي هذه الحالة فإن النتيجة تكون صافي خسارة وتحدث عندما تكون المصروفات أكبر من الإيرادات وطبعا يستحيل حدوث الحالتين معا هو إما ربح وإما خسارة في الحالة اللي معانا في منشأة العلي حققت هذه المنشأة صافي ربح مقداره 46 ألف نتيجة زيادة الإيرادات عن المصروفات. هذا بالنسبة لشكل الحساب والذي يأخذ شكل حرف t، إذا انتقلنا إلى الشكل الثاني نجد أنه يقوم بعملية بسيطة خالص، أنه يقوم بعرض الإيرادات كلها أولاً، ثم يعرض مجموعها. ثم يعرض كل المصروفات ثانيًا مخصومة من الإيرادات، ثم يعرض مجموعها وهو 424، وفي النهاية الفرق بين الرقمين يمثل صافي الربح. هذا هو الشكل الثاني والذي يأخذ شكل التقرير، حيث تعرض الإيرادات أولًا، ثم تطرح منها بنود المصروفات، وذلك للوصول إلى صافي النتيجة التي قد تكون ربح أو خسارة. الشكل الثاني هذا اللي هو شكل التقرير هو الشكل الاكثر استخداما بل وهو الشكل الذي تلتزم الشركات قانونا بالافصاح عن تقرير عن قائمه الدخل في شكل التقرير، اذا نكتب اسم المنشاه كما كتبناها في الحاله الاولى ونكتب اسم القائمه قائمه الدخل عن السنه الماليه ايضا المنتهيه في 30/12/22 عملنا قائمه فيها خانه للبيان. ولدينا عمودين للأرقام عمود فرعي وعمود إجمالي نكتب البيانات في خانة البيان نبدأ بالإرادات وهي إيراد الصيانة وإيراد الاستثمار مجموعهم كان 470 ألف ثم نبدأ بطرح أو خصم المصروفات هنجد أنها زيوت ومحروقات وكذلك مصروف رواتب وأجور ومصروف مواد ومهمات ومصروف إيجار وفي النهاية مصروفات عمومية وإدارية نجمع اجمالي المصروفات نجد انها 424، نلاحظ ان التفاصيل كتبت في الخانه او العمود الفرعي، ثم الاجمالي نقل في العمود الاجمالي. لدينا الان رقمين في العمود الاجمالي، عمود او رقم اجمالي الايرادات ورقم اجمالي المصروفات. نقوم بطرح او خصم المصروفات. أو إجمالي المصروفات من إجمالي الإيرادات هتكون النتيجة عندنا فرق مقداره 46 ألف يمثل ربح ونتج هذا الربح نتيجة زيادة الإيرادات عن المصروفات نؤكد مرة ثانية على أن قائمة الدخل بهذا الشكل وهو شكل التقرير هو الشكل الأكثر استخداما وكذلك هو الشكل الإلزامي الذي تلتزم الشركات باتباعه عند نشر القوائم الماليه الخاصه بها في نهايه كل فتره ماليه معينه